شكل غزو الفضاء تحدياً سياسياً واستراتيجياً، وولد منافسة ضارية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة. عام 1957 كان السوفيات أول من وضع القمر الاصطناعي سبوتنيك في مدار الأرض، وبعد مرور بضعة أسابيع أصبحت الكلبة لايكا أول كائن حي يسافر إلى الفضاء، إلا أنها ماتت خلال الرحلة. عام 1961 أصبح السوفيتي يوري جاجارين أول إنسان يقوم برحلة فضائية حول الأرض، وعام 1963 أصبحت فالنتينا تيريشكوفا أول امرأة تسافر إلى الفضاء. وفي 1969 تمكن الأمريكيان نيل أرمسترونغ وباز ألدرين من السير على سطح القمر في مهمة أبولو 11. في سبعينات القرن الماضي تنحت المنافسة لتفسح المجال للتعاون بين الأمريكيين والسوفيات، فكان اللقاء المداري بين أبولو وسيوز عام 1975. في تلك الحقبة كان الإنسان يضع المريخ نصب عينيه، فحدث أن هبط المسباران فايكينغ 1 و2 على سطح الكوكب الأحمر. في السنة التالية انطلق المسباران فواياجر 1 و2 لدراسة نظامنا الشمسي، وشهد العام 1991 على عصر المركبات الفضائية القابلة لإعادة الاستخدام، إلا أنه لم يمر من دون أن يشهد على كارثتي تشالنجر عام 1986 وكولومبيا عام 2003. أما تلسكوب هابل فقد أطلق عام 1990، وعام 1998 بدأ بناء محطة الفضاء الدولية على ارتفاع 400 كيلومتر فوق سطح الأرض، ما سمح ببقاء الرواد لفترة طويلة في الفضاء.